أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة على ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ بدعم مختلف القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في رفض عجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من التطور والنماء بما يلبي التطلعات والأهداف المرجوة مشيرا معالي إلى أهمية مواصلة تبني المزيد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن خليفه ال خليفه الرئيس التنفيذي لشركه ممتلكات البحرين القابضه السيد حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعه ام 42 حيث اشار معاليه الى ما يجمع مملكه البحرين ودوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه من شراكات استراتيجيه متميزه على مختلف الاصعده والحرص على فتح افاق اوسع من التعاون والشراكات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص ذات الدور الفاعل ومنها مجموعه ام وذلك فيما يتعلق بتعزيز الشراكة بالقطاع الصحي على وجه الخصوص لافتا معالي إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات والتعرف على أحدث التقنيات التكنولوجية في مختلف القطاعات الواعدة بما يعود بالخير والنماء على الجميع